كيف تتابعون محاولات تكميم الأفواه عن طريق الترهيب والاعتقال والقتل؟ نعم، مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. بصراحة قضية تكميم الأفواه في العراق هي ليست جديدة، يعني إذا تابعنا من محاولات اغتيال بعض الناشطين وأهمهم كان السيد هشام الهاشمي إلى محاولة أيضا تغيير وتغييب هذه الأصوات، والآن وصلنا إلى استخدام القضاء في هذه المحاولة، محاولة تكميم الأفواه. يعني السيد إبراهيم الصميدعي والسيد يحيى الكبيسي هم معروفين بانتقاداتهم وبتحليلاتهم وبمواقفهم. يعني أحيانا لا يمكن إضفاء الشرعية إلى هذه الحكومة أو تجميل صورتها، هي لنعتبرها شرعية، ولكن لا يمكن تجميل صورة الحكومة وصورة هؤلاء الفاسدين من خلال مدحهم ومن خلال الإطراء عليهم. لذلك هذه القضية يجب أن نعاد النظر فيها، يجب أن تكون للمحكمة أو للسلطات القضائية في العراق استقلالية في ممارسة القضاء وممارسة العدالة في العراق. نحن نجد أن هذا القضاء يخضع لإرادات سياسية معينة، وهذا ضد الدستور العراقي بصراحة.